طب اي دكتور سيده او بنوته بتيجي لحضرتك بتحدد لها الحجم بتاع السيليكون اللي حضرتك هتحطه والوزن ولا تمام. ايه؟ هو احنا بنحدد بالحجم مش بالوزن، تمام. يعني هو السيليكون ده بيبتدي مثلا ممكن من 150 200 ملي لغايه لما نوصل لغايه 500. لكن لازم يتراعى حاجات معينه، لان في ناس بيبقى ليها طلبات غريبه شويه. فاحنا لازم في مقاسات معينه بتتاخد للبريست، خلاص دي مذكوره في كل التكست كل الكتب ودوت اللي مذاكرينه ودوت اللي ماشيين عليه. بلاش نتجاوزها، وبلاش يعني انا ما بحبش اخضع لالحاح المريض ان هو يعمل حاجه معينه تكون غريبه شويه، بحاول اقنعه ان هو يعدل عن هذه الرغبه. ففي ناس بتبقى جسمها صغير وجسمها ضئيل وعايزه تحط سيليكون احجام كبيره جدا، ما بيبقاش متخيل الشكل بعد كده هيبقى ازاي. من واجب ان انا انصحه ان بلاش، خليك في الشكل الطبيعي. حتى لو انت فرحت بالشكل الغريب دوت شويه مش هيبقى مريح بالنسبه لك على مدار الزمن يعني. فدايما حط الحاجه اللي تخلي شكلك طبيعي، خلي شكلك نورمال.